ولا زلنا معكم مشاهدينا الاعزاء في هذه التغطيه الخاصه لانشطه الرئيس او نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمه، حيث تختتم قمه الدول الصناعيه السبعه الكبرى التي تستضيفها فرنسا فعالياتها اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الافريقي الذي يمثل مصر والقاره الافريقيه في القمه. في هذه الفقرة نناقش المشاركة المصرية ومدى الاستفادة التي تحققها مصر من المشاركة في قمة الدول السبعة الكبرى، وأيضا المشاركة الإفريقية وكيفية الاستفادة من هذه المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر وفي أفريقيا أيضا. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا الاستوديو ضيفنا الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور مصطفى أهلا بحضرتك على إكسترا نيوز وصباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، صباح النور يا فندم. بداية، مصر تشارك في هذه القمة المرة الأولى، والرئيس عبد الفتاح السيسي ممثلا عن مصر والقارة الإفريقية يشارك للمرة الأولى في هذه القمة، قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى. إزاي ممكن نستفيد إحنا كمصر والقارة الإفريقية من هذه القمة اقتصاديا وتجاريا؟ تمام، في البداية الدعوة اللي تمت من قبل الرئيس الفرنسي للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضوره ومشاركته في قمة مجموعة السبعة الصناعية الكبرى، بالإضافة لكون مصر رئيس الاتحاد الإفريقي، هناك أسباب أخرى لدعوة مصر لحضور والمشاركة في تلك القمة المهمة التي تجمع أكبر اقتصاديات العالم. أولا، النجاح الكبير والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانية في نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقدم كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مما دفع أن يكون هذا نموذج يحتذى به في القارة الأفريقية، ويجب التعامل مع مصر في زيادة التعاون والشراكة الاقتصادية بين مصر ودول مجموعة السبع الصناعية، بالإضافة إلى دورها الفاعل والبارز في الملفات السياسية اللي موجودة على الساحة الإقليمية، خاصة الملف الليبي والسودان والقضية الفلسطينية، مما يعد إنها رقم فاعل في المعادلة السياسية والاقتصادية في المجتمع الدولي والإقليمي. مكاسب مصر، أنا شايفها إن مصر حاليا بتقوم بنجاحات كبيرة، خاصة في إقامة المشروعات القومية اللي بيتم الاستثمار فيها، وتعزيز التعاون ما بين مصر وجميع الدول في تنوع مصادر الاستثمار، وكمان زيادة معدلات مشاركة الدول الأجنبية في المناطق الصناعية اللي بتوفر الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع الاهتمام من جانب القيادة السياسية في نقل وتوطين التكنولوجيا للاستفادة من الخبرات المتراكمة من الدول الاقتصادية في تدريب الكوادر والعمالة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. طيب، بالتأكيد مصر أو الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى في خطابه بالأمس سيادة الرئيس في القمة الهامشية التي عقدت على هامش القمة الرئيسية لهذه أو لقمة أو لاجتماع الدول السبع الصناعية الكبرى، تحدث عن تحديات أو التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، تحدث عن التحول الرقمي، تحدث عن التنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية، المشروعات المشتركة بين الدول الأفريقية، التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، أن تكون هناك حلول تأتي من داخل القارة الأفريقية ولا تكون حلول مستوردة من الخارج. لكن قبل هذا الحديث نشاهد حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي على وقع مباشرة يتوجه أو أنهى هذا اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وربما يتوجه إلى القمة أو هذا الاجتماع الذي يعقد بشأن المناخ على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية للدول الصناعية الكبرى. طبعا نشاهد حاليا على مباشرة من مدينة بياريتز الفرنسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوجه حاليا للمشاركة في اجتماع الخاص بالمناخ على هامش هذه القمة. أعود مرة أخرى بسؤال الدكتور مصطفى. دكتور، كنت أتحدث عن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، وكيف يعكس هذا الخطاب التحديات التي تواجه القارة الأفريقية اقتصاديا؟
تمام. الرئيس في خطابه بالأمس أشار إلى عدة نقاط هامة، منها مكافحة الإرهاب وتكثيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، وأشار أيضا إلى وضع أطر سليمة للبنوك التجارية اللي بتودع فيها الأموال اللي بتأتي في عن طريق أطر غير شرعية، وردها مرة أخرى للدول الأفريقية للاستفادة منها في عمليات التنمية خاصة في مجال البنى التحتية ومشروعات الطاقة وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اللي أبرز أهدافها هو مكافحة الفقر و انخفاض معدلات البطالة وتوفير خدمات صحية وتعليمية جيدة للمواطن الأفريقي. باعتبار مقاطعة دكتور مصطفى، لكن يعني الهواء يفرض علينا ظروف معينة، هذا الاجتماع ربما يعقد بين رئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الكندي أيضا على هامش هذه القمة. طبعا مثل هكذا قمم دكتور مصطفى ربما تتشارك معي في هذه الفكرة، من المهم أن يعني من المهم بالإضافة إلى أهمية هذه القمة في حد ذاتها، هناك الكثير من اللقاءات الثنائية التي تهم وسائل الإعلام بطبيعة الحال لتشارك العلاقات الثنائية بين البلدين وزيادة التعاون الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي وكيفية مساهمة الدول في التعاون مع مصر في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالمناسبة هو من بعد عام 2013 لحتى عام 2018 مصر قدرت تجذب 38 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، تمثل منها مجموعة السبع الصناعية الكبرى أكثر من 65%. فأهمية مشاركة مصر بالفعل ليها أهمية كبرى في التناغم والتواصل الدائم والمستمر مع تلك الدول. كنا نتحدث عن استفادة أفريقيا من هذه القمة. القمة تأتي تحت عنوان العدالة والتمكين، ومن ضمن بنود هذه القمة أن يتم تحقيق شراكة، ولفظ شراكة من المهم أن نتحدث عنه، لكن تحقيق شراكة أكثر توازنا مع الدول الأفريقية. كيف يمكن لهذه الدول الصناعية السبع الكبرى تحقيق هذه الشراكة بحيث يستفيد منها الطرفان، سواء الدول الصناعية أو القارة الأفريقية والدول الأفريقية؟ تمام. الرئيس بالأمس أشار إلى كلمة زي ما حضرتك تفضلت بلفظ الشراكة، والشراكة تعني التعامل بقدر كبير من المساواة والندية وتحقيق كافة الأهداف المشتركة لجميع الأطراف، بحيث لا يكون أي طرف يستغل أي اشتراطات سياسية أو أي ضغوطات من أي نوع بحيث أنه هو يحقق مكاسب على حساب الطرف الآخر. وبالتالي هنا بنتحدث على تعزيز الشراكة من منطلق أن الدول الأفريقية بتسخر بالعديد من الثروات الطبيعية من المواد الخام والمعادن والذهب والغاز والبترول، وعلى الطرف الآخر الدول الأوروبية والاقتصادية الكبرى لديها الخبرات المتراكمة في التكنولوجيا والتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية في إحداث نقلة نوعية في جذب استثمارات كبيرة داخل السوق الأفريقي، ومصر بتعتبر بوابة لعبور تلك الاستثمارات، خاصة أن مصر بترتبط مع الدول الأوروبية بالعديد من اتفاقيات التجارة، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين الدول الأفريقية وبعضها واللي وقع عليها 27 دولة، ودي تعتبر نقلة نوعية في تحرير التجارة وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية وبعضها. هذه كانت خطوة مهمة والتي عقدت في القمة الأفريقية الأخيرة في النيجر، أن يتم التوقيع على 27 دولة، تم التصديق أو تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل هذه الدول ومن قبل برلمانات هذه الدول، لكن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية ربما 54 دولة، ربما ما فيش إلا دولة واحدة أو اثنين بكثير اللي ما وقعوش على هذه الاتفاقية، ومن ثم تعتبر خطوة استثنائية، خطوة هامة للدول الأفريقية للقارة الأفريقية لتحديد لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة. إلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة دكتور مصطفى أن تحفز الدول الكبرى لضخ الكثير من الاستثمارات والمشاريع والمشروعات المشتركة في الدول الأفريقية، خصوصا في تحديث البنية الأساسية والبنية التحتية لدى هذه الدول؟ تمام. أولا
لتحقيق الهدف من زيادة الاستثمارات مع الجانب الأوروبي في السوق الأفريقي اللي بيتسع لمليار و200 مليون نسمة. أولا لابد من إحلال الأمن والسلام، لأن مفيش أي نظام اقتصادي ناجح. عفوا يا دكتور معلش، يعني نلاحظ ونتابع حاليا وصول ربما أو هذه السيارة التي تقل الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصوله إلى قمة المناخ، قمة الدول السبع الصناعية الكبرى للمشاركة في اجتماع المتعلق بالمناخ والتغيرات المناخية. نتابع هذه الصورة على الهواء مباشرة للحظة وصول السيد الرئيس إلى مقر الاجتماع في مدينة بيريتز الفرنسية. هذا أيضا رئيس الوزراء الياباني يصل إلى مقر انعقاد هذا الاجتماع في مدينة بيريتز الفرنسية شينزو أبي طبعا، وسيتوافد القادة والزعماء الدوليين المشاركين في هذه القمة للمشاركة في هذا الاجتماع. عود مرة أخرى دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، كنا نتحدث عن الاستفادة الأفريقية من هذه المجموعة وكيف يمكن لها أن تضخ أو تضخ الدول الأجنبية أو الدول الكبرى أو الدول الصناعية المزيد من الاستثمارات لإعداد بنية أساسية لتطوير البنية الأساسية والبنية التحتية في القارة الأفريقية. تمام. خليني أقول لحضرتك عشان نقدر نوصل لتلك المستهدفات لابد زي ما ذكرت منذ قليل أن لابد من أولا تهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية الجاذبة للدولة الأفريقية، ومفيش أي استقرار اقتصادي بيأتي دون استقرار سياسي وأمني في الدول الأفريقية. فلابد من تعاون جميع الأطراف على إحلال الأمن والسلام لتكون الأولوية الأخرى تعزيز الشراكة مع الدول الاستثمارية وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة مع تطوير وإنشاء الربط بين الدول الأفريقية من خلال البنى التحتية وطرق المواصلات البرية زي ما تطرقنا إلى طريق القاهرة كيب تاون لتعزيز وربط الدول الأفريقية ببعضها البعض لتوفير الوقت والمجهود والتكلفة الاستثمارية لحركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية. لكن نتابع حاليا على هواء مباشرة هذا اللقاء الذي يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا. Thank you.
دكتور مصطفى، هذا اللقاء الذي جمع منذ قليل بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس المصري هو بالتأكيد له أبعاد سياسية وأيضا له أبعاد اقتصادية. بريطانيا من أكثر الدول التي تستثمر في مصر وتضخ استثمار كثيرة في مصر، وهناك العشرات من ربما المئات أيضا من الشركات البريطانية التي تستثمر ولها يعني مصالح اقتصادية داخل مصر. أهمية هذا اللقاء برأيك؟ طبعا بيأتي اللقاء في إطار تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين الدولتين، وزي ما ذكرت حضرتك أن الاستثمارات البريطانية في مصر من أكثر الاستثمارات اللي موجودة بين دول مجموعة السبع الاقتصادية. وأستكمل برضو الحديث عن كيفية جذب الدول الصناعية لداخل الدول الأفريقية. احنا اتكلمنا عن مكافحة الارهاب وتهيئة البيئة الاستثمارية والتشريعية بتقديم قوانين تساعد على تحفيز الاستثمار وداخل الدول الافريقية، بالاضافة لمكافحة الفساد واللي اشار ليها السيد الرئيس في خطابه بالامس. ومصر يعني خطط خطوات كبيرة في هذا المجال. يعني اذكر لحضرتك تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 ذكر ان مصر تقدمت 12 مركز وحصلت على الترتيب 107 عن في مقابل 2017 كان ترتيب مصر 117، وعلى مستوى الدول الأفريقية ترتيب مصر 21. فبالتالي خبرات مصر في الخطوات اللي خطتها في مكافحة الإرهاب والقوانين المحفزة للاستثمار وتقدمها في ترتيبها في مؤشر الفساد، تقدر مصر تستغل تلك الخبرات بالشراكة مع الدول الأفريقية في تهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة التعاون على الجانب الآخر مع الدول الأوروبية الاقتصادية وخاصة مجموعة السبع الصناعية الكبرى. نلاحظ مؤخرا دكتور مصطفى أن هناك الكثير من القوى الاقتصادية الكبرى والدول الصناعية الكبرى تتنافس للنفاذ والدخول إلى السوق الأفريقية. بنشوف ده مع الصين، بنشوف مع اليابان، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا. أهمية ده بالنسبة للدول الصين، ليه هم بيسعوا للدخول والنفاذ إلى السوق الأفريقية برأيك؟ أولا زي ما قلت لحضرتك هناك فرص كبيرة في استغلال الموارد والمواد الخام اللي موجودة في الدول الأفريقية، بالإضافة لسوق يتسع لفائض الصادرات الخاصة من الصين، خاصة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إنها بتحاول الصين إنها زيادة صادراتها إلى أسواق جديدة تخفف الضغط من ممكن نقول خسائرها في تلك الحرب. بالإضافة أمريكا برضو بتحاول تنفذ نفس السياسة مع زي ما شفنا منذ قليل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أشار إلى عقد صفقة جديدة مع اليابان لضخ استثمارات في اليابان وتعزيز الشراكة بين الدولتين لتخفيف الضغط على الخسائر اللي ممكن تواجهها الشركات الأمريكية. فهناك سعي من القوى الكبرى للنفاذ والدخول إلى السوق الأفريقية للعديد من الموارد والموارد البشرية العاملة حتى الرخيصة والسوق الأفريقية الكبيرة. كل أحوال دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شكرا جزيلا حضرتك لوجودك معنا في إكسترا نيوز. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الفقرة من الآن. كنا معكم على مدار ثلاث ساعات، ناقشنا وتناولنا أبرز الموضوعات المتعلقة بهذه القمة التي نفتح هذه التغطية بخصوصها، وهي المتعلقة بقمة الدول السبع الصناعية الكبرى والتي تشارك فيها مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشارك فيها بصفته رئيسا للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى دور مصر المركزي والمحوري في القارة الأفريقية وفي إقليم المتوسط. وشاهدنا وتابعنا أيضا هذا اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي، واللقاء الأول الذي يجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. حتى ألقاكم في نشرة إخبارية أخرى على رأس الساعة. شكرا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا همام مجاهد، إلى اللقاء.